السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة أسماء للتفصيل، أهلا بحضراتكم. كل عام وحضراتكم بخير وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. النهاردة هنشرح الفستان ده. الفستان دوت هياخد قماش حوالي من 4 متر لأربعة متر ونص قماش، عرض 150. الخامة مهدلة زي الكريب شيفون أو القماش السوفت. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. اول حاجة هنبدأ بيها يا جماعة ان احنا هنرسم الصدر بتاع الفستان او الجزء اللي فوق بتاع الفستان على ورقة خارجية الاول، وبعد كده هنقصها على القماش. هنيجي انا هرسم ربع الامام وربع للخلف. الخلف هيكون زيادة بمقدار حوالي 2 سنتي كده عشان فيه سوستة من الخلف. وهنيجي ناخد عرض الاكتاف ونقسمها على الاتنين، وعرض الاكتاف زي ما احنا عارفين من عظم الكتف اليمين لعظم الكتف الشمال، وهحطها من هنا. الجزء ده اللي هيبقى الامام اهو. هحط العلامة، من العلامة دي هننزل 4 سنتي حطينا اهو. وبعد كده هبدأ اخد دوران الرقبة هقسمه على الخمسة. الناتج هحطه هنا، ده الامامي. الجزء ده هيبقى الامامي، فهنزل زي الناتج وهزود عليه 1 سنتي. يعني انا بالنسبة لي هنا الناتج 4 هخليه 5 خلاص، وهوصل ده كده. اما الخلفي هننزل 2 سنتي وهنوصل كده، وبعدين هنرسم ميل الكتف. هنيجي بعد كده يا جماعة ناخد نحدد ارتفاع نقطة الصدر فين. ارتفاع نقطة الصدر عندي هنا اللي هي بتبقى من اعلى حتة في الكتف لغاية اعلى بروز في الصدر. انا عندي هنا بالنسبة لي انا كده في المكان ده، لان انا بعمل نموذج صغير، فده هيبقى خط الصدر بتاعنا خلاص. عايزين نحدد خط الجيرو. خط الجيرو هيبقى فوق الخط ده بحوالي 2 أو 3 سنتي اهو، ده كده خط الجيرو، وده خط الصدر. وبعدين هنحدد خط الوسط اهو، الوسط لغاية كده. هبدأ أقص كده الجزء ده، وهبدأ أحط المقاسات بتاعتي. الدورانات، كل الدورانات بتاعتنا هنزود على كل دوران 4 سنتي. عندي هنا بالنسبة لي هنا دوران السطر، أنا بالنموذج الصغير 56، المفروض بتزودي 4 سنتي. انت مثلا لو عندك دوران الصدر 100 هتزودي عليه 4 سنتي، هيبقى 104 خلاص. هاخد دوران الصدر وهقسمه على الاربعة كده بالمزورة اهو، وهحط المقاس على خط الصدر اهو. هاجي بعد كده هاخد دوران الوسط برضو، وهتزودي له مقدار الراحة وتقسميه على الاربعة. المقاس اهو، المفروض ان انا بوصل ده كده كده. وبعدين نعمل خط الجيرو اللي هو خط الكتف، هينزل على خط الجيرو ده. هنطلع من الزاوية القايمة دي 3 سنتي، وهنوصل كده بميل خفيف لجوه للحرد الخلفية، وهندخل لجوه شوية للحردة الأمامية حوالي 1.5 سنتي هنا كده. هنعملها باللون الأبيض ده كده الحردة الأمامية ماشي كده. هنحدد بقى بين نقطتي السر. أنا هاتني الجزء ده كده يا جماعة عشان متتلخبطوش، ده الجزء ده بتاع السوستة. هنعمل الدبوس كده عشان متتلخبطش، بس هحدد بين نقطتي الصدر علشان اعمل البنس بتاعتنا. ب
بين نقطتي الصدر وهنقسم على الاتنين وهنحط المقاس بتاعنا هنا كده. هنزل خط مستقيم لتحت كده وهعمل بنسة وليكن سنتي ونص يمين وسنتي ونص شمال كده. هعوض البنش دي في الجنب. هاجي اعمل كده بنسه هنا يا جماعه في اللي هي بنسه اللي هي تحت الباط دي او بنسه الجنب. هاجي هنا على الخط بتاع الصدر ده وهنزل بمقدار الفرق الطول ما بين الصدر والضغط. انا عندي الفرق ما بينهم 3 سنتي، يبقى هنزل هنا من هنا لهنا 3 سنتي وهاخدهم كده. دي بنسه اهي ودي بنسه اهي، وانا مش هعوض دي لان انا عندي الظهر بيكون اقصر، فانا عملتها بالفرق ما بين الاثنين. هقص الشكل ده كده، ده ورق زي ما قلت ورق خارجي. بعد كده الورق ده انا هقصه على القماش لان هحول بعد كده القصه دي لقصه في الكتف. مش هسيب زيادة طبعا هنا في الورق، لكن هنسيب زيادة لما بنيجي نقص القماش. هفصل الأول على مكان البنس، بنسة الظهر يا جماعة ترتفع لغاية خط الجيرو، ده خط الجيرو اهو، وادى البنسة بتاعتنا. هنشيل كده، هنفصل وهبدأ أفصل الأمامي أهو عن الخلفي. هاجي بقى أعمل الخط بتاع قصة البرنسس اللي هي هتبقى زي قصة برنسس من الكتف. بس أنا علشان أرسمها هقفل البنسة بتاعتي دي كده الأول، وهقفل البنسة دي وهعوضهم في الجزء اللي فوق ده. فهرسم الاول القصه بتاعتي اللي هي هتيجي تقريبا مش من نص الكتف، من بعد نص الكتف بشويه، من بعد نص الكتف كده بشويه، دي اللي هيبقى عليها ايه الكورنيش، وممكن برضو تيجي من نص الكتف. هرسم كده يا جماعه ده القصه بتاعتنا. انا هاخد البنسة دي والبنسة دي هعوضها في الشكل ده. هشق من هنا الاول كده، واحاول اقفل البنسة دي. عشان انا عايزة القصة ما تجيش في النص كده بالظبط، عايزاها تترحل شوية. انا عايزة القصة دي تترحل لكده شوية. هقفل برضو البنسة دي كده، وهبدا اكمل القص بتاعي كده لتحت كده ملغيه الجزء ده، او بمعنى اصح كان ممكن نرحل البنسه بتاعتنا سنتي. انا كده بقى ده الجزء الامامي. هنيجي للخلفي وهنعمله نفس الحكايه. ده كده البنسه بتاعتنا هرتفع بيها لفوق اهو، وهاخدها كده لغايه نص الكتف تقريبا، بس هنظبط نشوف المسافة اللي احنا سايبينها من هنا قد ايه عشان الاتنين يتقابلوا مع بعض. انا كده
هظبط كده اهو. هقص بقى كده البنسة دي، هفرغها خالص. يبقى ده كده شكل الظهر. ده طبعا الجزء ده زيادة عشان السوستة، وهنيجي نشيل من الظهر كده قيمة الاتنين سنتي او تلاتة سنتي زيادة في الطول عن الامام. يبقى ده كده الظهر وده الامام. هنبدأ نقصهم على القماش. هجيب القماش وهطبقه طبقتين كده. السليم هيبقى هنا في الامام، والمفتوح الطرف المفتوح هيبقى في الخلف عشان السوستة. ممكن نثبت كده قلمين مع بعض زي ما انا عاملة كده عشان نسيب زيادة سنتي للخياطة. وهنبدأ نرسم. بعد ما ثبت كده ورسمت مع زيادة، هبدأ اشيل بقى الورق بتاعي واقص الشكل بتاعنا كله. بسم الله. الشكل بتاعنا خلاص اهو كده. هنبدأ بقى نشوف الكورنيش هنقصه ازاي. ده كده طبعا الورق اللي احنا الخارجي، وده الشكل بتاعنا اللي هيتخيط اللي هو لونه اصفر. تعالوا نشوف الكورنيش هنقصه ازاي. عشان اقص الكورنيش هاجي كده بالمزورة وهقيس طول الضلع ده قد ايه اهو من هنا لهنا. ده هاخده يبقى مرتين لان في من ورا، يعني في الخلف برضو في كورنيش. خلاص هاخد الطول ده كده وهجيب ورقة خارجية بقى برضو اهي. الطول معايا اهو كده. اقص طبعا الكورنيش عندي واحد عريض، ويعني اتنين فوق بعض، واحد صغير والتاني اكبر منه شوية. فاحنا هنشتغل على العريض وبعد كده نعمل الصغير زيه بس ارفع. خلاص هنطبق الورقة اللي احنا واخدينها اهي طبقتين اهو. الكورنيش نازل برفع من تحت كده، فهروح جاية مرفعاه شوية كده. انا اخده طبعا كده على العرض الكبير. خلاص هاخده بنفس الدوران بتاعه بالظبط بالشكل اللي هو معمول بيه. خلاص دورته كده، هروح جايه كده هسيب الخط المستقيم ده والجزء اللي هو المدور ده اللي فيه خط منحني هبدا اشقق فيه كده عشان انا عايزه الكورنيش بتاعي يبقى حلزون واجيبه بالمقاس بالظبط. ده كده هلفه كده
وهجيب قماش بقى اقص على القماش بالشكل الدائري ده. نجيب بقى قطعة قماشة طبقتين اهو، وهبدأ احط الشكل بتاعي اللي انا رسمته الاول اهو، وبعدين عملت له تشققات فيه كده، وبعدين همسكه ادوره كده هعمله بشكل دائري بالشكل ده كده، وهبدأ ارسم الشكل بتاعي زي ما هو اهو بايدينا كده. بشكل دائري بقى كده الشكل بتاعنا ده. وطبعا الكورنيش اللي اصغر هيتقص بنفس الطريقة، بس هيبقى ايه يعني اقل في العرض شوية. العرض بتاع الكورنيش يا جماعه جاي كده، يعني لما هيتخيط بين الجزئين دول هيجي مغطي الكتف شويه، نازل على الكم شويه، اللي هو احنا خدناه العرض ده. ده طبعا لما هيتفرد اهو شايفين ده هيتخيط كده من قدام ومن ورا، مش كده؟ انا كده قصيت كورنيش برضو حلزوني اللي هو اللي فوق اللي هو القصير شويه اتنين برضو. هنيجي نعمل ايه كده يا جماعة، هنثبت الاول اللي هو الصغير فوق الكبير كده عشان نبدأ نركبهم الاول، وبعدين نكمل بقية الفستان. هنثبت كده كل اتنين مع بعض اهو من هنا. وطبعا هو المفروض كان يطول شوية عشان في كشكشة، لو حابة تعملوا كشكشة هتكبري الخط ده، يعني مثلا لو الخط ده طوله كان مثلا من هنا لهنا 40 سنتي هتخليه 60 سنتي وتعمليه بنفس الشكل. ثبتي الكرانيش اهي فوق بعضها، وبعدين هنيجي بقى ده الامام هنفتحه، وهجيب عليه الخلفي كده، هقفل ده وده، وبعدين هثبت الكورنيش عليهم. قفلت الكتاف كده من هنا، هبدا اجيب كورنيش اهو هعمل له علامه في النص بالظبط، وهبدا احط النص اهو على خياطه الكتف وهثبته كده كده اهو، عشان لسه هنخيط فيه الاجزاء التانية. نخيطها ونشوفها، خلاص ده هيتخيط كده. وخيط الكرانيش اهي وثبتها، هنبدأ الاجزاء دي برضو نقفلها من عند الاكتاف، يعني كل واحدة هتتقفل كده من فوق، دي كده هيتقفلوا مع بعض، دي كده خلاص هتقفل كده، وده هتتقفل كده. قفلنا كده الجزء ده، هنيجي هنا خياطة الكتف دي هتبقى على خياطة الكتف اللي هو هنا ده، هنحطه كده ونبدأ نقفل الأجزاء دي كده مع بعضها. خلاص ده كده، والناحية التانية برضو نفس الطريقة. هنقفل
عشان تتخيلوا اهو من الظهر اهو، هبدا اقفل الاجزاء دي مع بعضها. خلاص ده كده هيتخيطوا مع بعض كده، وده نفس الحكايه كده خيطتهم مع بعض يا جماعه. تعالوا بعد كده بقى ايه نشوف الكم هيتقص ازاي. تعالوا نشوف الكم هيتقص ازاي. هناخد كده طول الدراع وكده قد دوران الدراع زائد 4 سنتي، وتعمل حساب الخياطة زائد زيادة الخياطة كمان. طيب هعمل ايه؟ هجيب طبقتين القماش اهم كده طبقتين، وهفتح الحرد بتاعتي كده زي ما هي كده، هنحط الطرف على الطرف اهو، وهيبقى القماش بتاعي لازم يغطي الحردة دي كلها. يعني شايفين الحردة بدايتها من هنا ومن هنا، لازم يكون معايا وسع من هنا شوية ومن هنا ايه شوية. مبدئيا كده هعمل خط من بداية الحردة لبداية الحردة التانية، خط وهمي كده كده خلاص. وهنطبق القماشة بتاعت الكم كده اهو، نطبقها اهي طبقتين، يعني كده بقى 4 طبقات. وهاجي كده بالمزورة هقيس الوتر ده كده من عند الخياطة اللي عند علامة الخياطة اللي هنا في الجنب، وهزود عليهم 2 سنتي كده، هيبقوا لغاية كده خلاص اهو كده. انا عاملة خط وهمي اهو، الخط ده كان خط وهمي، هو ان انا عايزة المقاس بتاعي ما يعديش الخط ده خلاص. انا كان عندي المقاس 10، طبعا كل واحد بيقيس في المقاس اللي عنده، زودت عليهم 2 سنتي بقى 12 12 من هنا كده هتبقى دي بداية خياطة الجنب. هنقسمها من النص الخط ده، وكل نص بقسمه النص، اول نقطة فوق هطلع 1 سنتي، وتاني واخر نقطة في اتجاه الكم هنزل 1 سنتي، وهوصل وصلها البن تاني كده اهو، وهاجي للحردة الأمامية في جنب واحد منهم بس، وهدخل 1.5 سنتي اهو الجزء ده كده في الطرف واحد منهم. هنقص كده الأول، كم واسع طبعا معمول بأستك من تحت، هنقص الأول على الخلفي اهو قصيت الكمام اهي. هنيجي بقى نروح قصين الحردة الأمامية اهي، ونعمل علامة هنا، ونعمل علامة في نص الكم بالظبط. وبعدين نبدأ نشوف هنركب ازاي. هنفرد كده صدر الفستان اهو، هجيب الناحية الأمامية دي عند الجزء الأمامي، وهحط النص على النص، وهنبدأ نركب كده زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ أحط كده، هنلم الأطراف كلها على بعضها، وبعدين ايه نخيط كده تمام. نخيطها ونشوف. بعد ما قفلت الكمام هبدأ كده اقفل الجناب مع الكم، وبعدين نركب له استك في الاطراف من هنا. هنقفل كده كده خلاص، والناحية التانية برضو نفس الحكاية. كده قفلت الكمام وركبت لها استك. تنظيف الرقبة ما هيتنظف بشريط بيه، هحطلك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وهحطلك طريقة تركيب السوستة برضو. وتعالوا نشوف بقى الكلوش هيتقص ازاي. تعالوا نقص الكلوش كده.
شوفوا كده، ده هيبقى يا اما 3 متر قماش عرض 150، يا اما هيبقى مترين ونص عرض 150 على حسب الطول لو مش عايزين طويل قوي. هذا كده مثلا متر، مترين، كده 3، هطبقهم من النص كده، او لو هما مترين ونص برضو هيطبقوا من النص كده. خلاص بقوا طبقتين اهو، هنروح جايبين كده طرف منهم السليم، السليم اهو هيجي على الجنب المفتوح اهو. الكلوشه هنا في الموديل اللي احنا بنعمله ما فيهوش كشكشه، يعني على قد الوسط بالظبط، شايفين كده السليم اهو والمفتوح اهو. السليم جاي على الاتنين المفتوحين. هنروح جايبين بقى الفستان بتاعنا كده، صدر الفستان هطبقه كده، يبقى 4 طبقات اهو، وهروح حاطه الوسط على الوسط. شايفين كده خدنا مقاس الوسط على مقاس الوسط اهو، وصلته كده بين ضلعين المثلث. هنبدأ كده نرسم الوسط، هرسم الوسط، وهنيجي ناخد الطول اللي احنا عايزينه من بعد الوسط. مثلا لو انت عايزه الطول 100 سنتي هتحسبيه من بعد الوسط. طلع معانا مثلا الطول الاخر كده اهو، هبدأ برضو هسيب المثلث ده مش هقصه لغاية ما ارسم الديل من تحت عشان يظبط معايا. هثبت مزورتي كده اهو من هنا ومن هنا، وهبدأ ارسم الكلوشة بتاعتي. بالشكل ده، ده الوسط وده من تحت. هنقص نقص الوسط وهنفرش وهنفرد الكلوشة، هنلاقيها نص دايرة، ده الوسط بتاعها طبعا. هفرد صدر فستان كده وهبدأ أشبكها، أشبك الجيبة في صدر الفستان زي ما حضراتكم شايفين كده، خياطة ونشوف. قفلت الكلوشة اهي في صدر الفستان اهو، والظهر كله مفتوح، ظهر الفستان كله مفتوح. هنبدأ نقفله كده، نسيب فتحة للسوستة اللي هتكون طويلة تعدي خط الوسط. خيط كده كده ونسيب فتحة للسوستة، وهحط لكم تركيب السوستة في صندوق الوصف. كده اتقفل وصلنا مكان للسوستة، وبعدين بتعملي الحزام اللي هو شريط عريض طوله حوالي 150 سنتي وعرضه حوالي 10 أو 12 سنتي، بتتنيه من النص وتقلبيه. ده كده الموديل بتاعنا بعد ما خلص، يا رب يعجبكم ان شاء الله تنفذوه بكل سهولة.
ان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديدة. انتظروني، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.